هنا لتما غادي نلتحقوا بمسابقه الصيد بالقصبه بشاطئ الحوزيه اللي غادي تنطلق من امام الفندق اللي قضوا فيه المشاركين الليله على بركه الله. حاجه اللي خوتي خواتاتي مع الشريات فين ما كنتو، السلام عليكم، مرحبا بكم وبينا مع لاسوسياسيون منار دوكالا للصيد بالقصبه. جينا هنا هاد الصباح باسكو هاد لاسوسياسيون كتنظم هاد التظاهره هادي، هاد المسابقه اللي كتجمع بزاف ديال الجمعيات ديال الصيد بالقصبه هنا في شاطئ الحوزيه لصيد سمكه زريقه او لا دوغاد. الناس كما كتشوفوا راهم موجدين، غادي يمشيو يتاخذوا الاماكن ديالهم. لي كونديسيون شويه صعاب، البحر مخلوط شويه بوغ زريقه، مي كلشي رزق ديال الله سبحانه وتعالى. انا سولتهم كاملين المتسابقين كاع متحمسين، هما في الاساس يقولوا حنا غير الخريجه بالنسبه لنا سي تان غان، ولكن كلهم عندهم امل انهم البحر مهزوز شويه، ما ربنا يكون الدرعي كيتسارى شويه ولا الشرغو. كلهم سولتهم عندهم اطعمه مختلفه، غادي نمشيو نتبعوهم ونشوفوا الطرق باش كيصيدوا، كل واحد على اختلاف المناهج ديالهم، ونتوكلوا على الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم. في 2017-2018 نظمنا الدورة الأولى ديال هذه المسابقة، مسابقة وطنية سميناها سبيسيال زريقة سبيسيال دوراد. الحمد لله كنا نظمناها في جمعة ولاد غانم في الضفة الأخرى من مدينة جديدة طريق أسفي. كان شاركوا معنا شي 17 جمعية، 66 مشارك. هذا العام الحمد لله وخا كاينين منافسات اخرين نيفو ديال شمال المملكه، ولكن لباو النداء رياس من المغرب كامل الحمد لله. كاينين جمعيات كثار شاركوا معنا من تطوان، من شمال، جو قنيطره، الدار البيضاء، محمديه، كاينه في مزيان. المشاركه ديال الاخوان مزيانه الحمد لله. هذا هو الثمن اللي كيأديه اي مسؤول على الجمعيه ديالو، على كيضحي بالوقت ديالو، تيضحي بالوقيته ديال الصيده، لانه كل نهايه الاسبوع كتبان لك القصيبه ديالك خصك تهزها وتمشي تصيد، ولكن كتقول احسن حاجه ندير هو نجلب معايا الكثير ديال الناس. ما كنقولش انا هو سي اون بارت دو طون، مي سي ان كان ربح ديال الوقت، لانه ملي 20 30 40 الناس بحال دابا عندنا 40 الناس هما كيتنافسوا، يعني كيخرجوا داك الطاقه ديالهم، تيتعرفوا مع بعضياتهم، ديجا هذا راه ربح المسؤول ديال الجمعيه اللي كان نطلب من الله سبحانه وتعالى انه يوفقني للتاديه ديال هذا المهمه. اليوم باش نشاركوا في المسابقه اللي منظمها جمعيه منار. كما كتشوفوا الاخوان كاملين متكلين على الله الحمد لله، نتمنى يجي الخير. دايره مونتاج كوليس افيك ان بلون بيراميد، كاين شويه ديال الكورو، نتمنى الله يوقف بعدا ستابيليزا في الارض، حيت ابارامون كاين الكورو مجهد شويه. كنحاول نجرب حدا معمر بالرقيق واحد شويه، كنحاول نجرب بلون خفيف لعل وعسى نشد شي حوت اللي هو كيكون قريب واحد شويه، ما كنلونسيش للبعد، لونسي شي حوت هنا اللي يكون قريب حيت الداخل كاين كورون كثر، دونك الحوت كيكون خارج واحد شويه للجنب باش ياكل. الاجواء دايزه مزيان الحمد لله، حتى ان دابا مازال ما كاينش شي حوت في هذه السبوت اللي شاد دابا. بالنسبه ل...
شفتي واحد شي حوته تيصفر عليا بالسفاره، عاطينهم السفاره باش يصفروا عليا، تنجي عندهم تجيب لاطواز ديالي باش نعبروا داك الحوت، يعني على حسب النوع ديال الحوت اللي عاطينا، حيت عندنا النوع يا الشرغو يا درعيه اللي كان كل واحد بالعبار ديالو، كنقل من العبار ديالو ترجعوه للماء وتنقيدوا الحوت ضروري، حيت على حسب في الاخر تنشوفوا شحال العدد ديال الحوت اللي تشد ترجعوا للماء. كان فايت العدد ودرنا ليه نوكيل، لان هاد المسابقه سبيسيال درنا نوكيل، يعني اللي عنده نوكيل تنضملوا ليه النقطه، مثلا الشرغو عاطينو 25 نقطه فاش يرجع للماء 25 سنتيم، يعني هي 250 نقطه، يعني كل سنتيم ب 10 ديال النقاط، الا رجعها للماء تنحسبها ب 500 نقطه، يعني 250 مضروبه بجوج هي 500 نقطه، ما رجعهاش للماء دالها الكيل تنحسبها 250 نقطه، يعني هو عنده الاختيار عند المشارك. وبالنسبه للحوت كما قلت لك انا مقل القياس القانوني ديالو، خاصو يرجع للماء ما يديش الحوت. كما تشوفوا الاجواء اليوم الحمد لله الجو راه جميل كما تنقولوا، الظروف ديال الصيد راه ملائمه لولا واحد شويه ديال الحموره ديال الماء، كاين الكورون ولكن ماشي قوي، مويان كاين الكورون مويان، وكاين شويه الرسله كما تيعرفوا الريس كاين واحد الرسله تيضرب موج وتيعاود يخوي، ما هما دابا البحر راه غادي في لاماريباس غيوقف مع الوحده ونص، مسكين في لي كونديسيون ديال لاماريباس تيكونوا احسن قد ما غادي كيخوي هو مزيان. مونتاج داير دو زامسون، داير التكنيك ديال دو زامسون، وحده كي كنقولوا حنا ترقيعه مسرحه وترقيعه معلقه ديال الفوق، مسيب لي لي دو تيب ديال الحوت، لان كاين اللي تيضرب في القاع وكاين اللي كيضرب في الفوق كيكون عايم. وكما تتشوفوا الحمد لله دابا راه من تعود ديمارات المسابقه راه دابا كاين ضرب عليا قبيله واحد شويه شي حوت صغير وقيلة سمسار ولا هذا، راه كاين شي حوت صغير غير هنا قريب، والحمد لله دابا لي كونديسيون راه مزيانين، الاخوان دابا راه كما تتشوفوا المسابقه راه مستمره. حاجه اللي طارت الانتباه ديالي اكثر هي انه المسابقه بدات مع تسعود، وهذه الاربعه اكثر من 40 مشارك والحصيله هزيله. غادي تفهموني من تنأكد على ضروره احترام الطبيعه واتخاذ التدابير باش نحافظوا او بالاحرى نسترجعوا الثروه السمكيه ديال الشواطئ ديالنا. حقيقه دائما انا كنشارك في المسابقات، هذه الخطره اخترت كحكم في هذه المسابقه، هذه طلبوا لنا الناس ديال الجمعيه قالوا لي خصك دير لنا حكم، وانا قبلت باش ندير هذه المهمه هذه. هو في الحقيقة أنا ما كرهتش نكون أنا ما بين هذا الصيادي، لأن دائما كتهزك واحد الحنين باش ترمي القصبة ديالك، ولكن نديروا هذا الواجب، هذا واجب لابد نأديوه، حتى التحكيم حتى هو عنده واحد الشهر. كاين واحد السيد شد واحد الحوتة ولكن ما دخلاش في لي نورم ديال القانون ديال المسابقة، ولكن حنا لابد كنسجلوا ربما يعني ما يصيد حتى شي واحد، كنرجعوا لهذوك النقيطات ديال هذوك اللي ما داخلينش في الحوت، كنصوروه بها وكناخذوا العبار ديالها وكنقيدوا، عندنا دي فيش كنقيدوا فيه هذه الملاحظات هذه. C'est une journée superbe. Malheureusement, le bahar chouia qasah, où il y a le courant très fort en tout. Donc, on essaye de faire notre mieux pour choper chez poisson, inchallah, il accepte. C'est le premier qui a eu le poisson aujourd'hui. C'était un sar, un petit sar, mais quand même, voilà, charro. Donc, ça rentre dans les mesures officielles, donc ça va. Mais alhamdoulilah, je vais essayer encore de choper le sar ou la chikrefe, inchallah, il accepte. Le canon de la moussabaka, c'est que normalement, c'est le no-kill. C'est-à-dire que nous prenons les mesures, nous prenons les mesures automatiquement. Donc, c'est ça le but de la compétition aujourd'hui. Nous prenons les mesures, nous
وردوا الماء. جيت كنمثل الجمعيه هنايا انا واربعه الاصدقاء ديالي هنايا الزملاء، كل واحد فيجا الرقم ديالو على ما نعملو. طبعا كتحمل المسؤوليات كل ما هي حاجه. ايوا ودابا نوري لك واحد المونتاج كنعملوه ها بالميريكانا، كتسمى الميريكانا، ها نعملوها غير صغيره بس وتبقى شي دفلات. نعملوها في الرمله، ايوا نصبروها هيدا، نجيبوا الشعره بعدا في داك الصنار، ها هي نخرصوها. صافي ها هي بالرمله، واش ما كتفلتش؟ ايوا كتركزها على في الراس وكتدخلها كامله. بسم الله كتبقى ماشي معاها حتى كتدخلها. ها صافي هاي دخلت، كتقلب لها هادي وتدخل للراس. صافي هاي دخلت كامله، كتحيد السف وداك كتنزلها وكتعاوتها في الصناره، كتجيب الصنارة هايدا بحال اللي غادي دير. صافي ها المونتاج ديالو تعدى، وهادي ما تهاش الى دوراد. كنشكركم جزيل الشكر. البحر ما كانش معنا في الموعد، السمك ما كانش شيء، ولكن الحمد لله الاجواء دازت على ما يرام. كنشكركم عاوتاني مره اخرى، وباش ما نطولش عليكم وما نطولش على الاخوان، ان شاء الله ندوزوا للترتيب. الشباب الثالثه ممثل جمعيه اوكسجين الزهري محمد. الجمعية المغربية للصيد بالقصبة الريادية. استغفر الله.